أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعرف على أداة مهمة جدا وقوية لزيادة مستوى الصوت لأي فيديو على اليوتيوب أو على الإنترنت بشكل مباشر. طبعا هذه الأداة ممكن ترفع لنا حجم الصوت في حال لو كان حجم الصوت واطئ، طبعا من خلال طريقة بسيطة جدا. نذهب إلى جوجل ونكتب كروم ويب ستور، أول خيار اللي هو كروم ويب ستور، طبعا نضغط على سوق كروم الإلكتروني، وطبعا راح نكتب بالبحث فوليوم ماستر. طبعا بعد ما نكتب فوليوم ماستر نختار هذا أول خيار ونختار هذه الأداة. طبعا ضرورة جدا تنتبهوا لشكل الأداة واسمها فوليوم ماستر، وهذا شكلها على شكل شبكة. نضغط على هذا الخيار ومن ثم إضافة إلى كروم ومن ثم تثبيت الإضافة. طبعا نجي إلى الخيارات ونثبت الإضافة حتى تكون بشكل دائم بهذا المكان من خلال نضغط كليك على الدمبوس. الآن راح نذهب إلى أي فيديو، مثلا هذا الفيديو. طيب لو حبينا أنه نزيد مستوى الصوت فقط نذهب إلى الأداة بالأعلى. إذا لاحظ أنه بشكل مباشر مستوى الصوت هو 100%. أيضا بإمكاننا طبعا نزيد حجم الصوت حتى 600%، مثلا يكون 300% راح يكون حجم الصوت كبير جدا، أكبر من ما كان بالسابق. طبعا هذه الأداة سهلة ومفيدة.